وشراكة استراتيجية بين أدنوك، مبادلة وطاقة تهدف إلى الاستثمار بشكل أكبر في الطاقة المتجددة وتحديدا الهيدروجين الأخضر. سمعنا خلال الفترة الماضية الكثير من المصطلحات المتعلقة بالطاقة النظيفة ما بين الهيدروجين الأزرق وأيضا الهيدروجين الأخضر. الفرق يتعلق بمصدر الطاقة الذي يتم الاعتماد عليه لتوليد أو إنتاج سواء الهيدروجين الأخضر أو حتى الأزرق. عادة الهيدروجين الأزرق يعتمد على الغاز، وبالتالي هو لديه بعض الانبعاثات الكربونية ولكنها طبعا أقل من مصادر الطاقة الأخرى. أما بالنسبة للهيدروجين الأخضر فهو لا يقوم بعمل أي انبعاثات كربونية، والإمارات العربية المتحدة بشكل عام لديها خطة للحياد الكربوني بحلول العام 2050. تفاصيل هذه الشراكة الاستراتيجية ما بين أدنوك، مبادلة وطاقة لامتلاك حصة في شركة مصدر. الأهداف تتعلق طبعا بالاستثمار بشكل أكبر في الطاقة النظيفة، تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وتعزيز الجهود في مجال الطاقة المتجددة، علما بأن أدنوك أساسا اليوم تعمل في مجال الهيدروجين بشكل مكثف. سنكون مع التفاصيل بعد قليل. وطبعا ولي عهد أبو ظبي كان قد تحدث بأن الإمارات ماضية في ترسيخ قدراتها في قطاع الطاقة وإيجاد حلول عملية ومبتكرة لتأمين مستقبل منخفض الكربون. الملفت بأن استثمارات الطاقة بالنسبة للإمارات العربية المتحدة لا تتركز على منحة واحد، يعني نشهد تركيز على الاستثمار في قطاع الوقود الأحفوري وأيضا بنفس الوقت الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، وبالتالي هما يمشيان جنبا إلى جنب، وذلك لضمان مستقبل أكثر استدامة بما يتعلق بمصادر الطاقة. بنود الاتفاقية تتعلق بتوحيد أعمال الشركات تحت مظلة مصدر، وبحسب الأرقام المتعلقة بالطاقة الإنتاجية للشركات نتحدث الآن عن 23 جيجا وات من الطاقة المتجددة ستصل ل 50 جيجا وات بحلول العام 2030، وهذا سيجعل شركة مصدر هي الشركة الأكبر في العاملة في قطاع الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول العام 2030، وهذا طبعا هو المستهدف الأساسي بما يتعلق بهذه الاستثمارات. ما بين الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر هناك تركيز من هذه الشركات الثلاث على كل منحة من هذه الخطة. إذا نتحدث عن مجالين، الأول هو الطاقة المتجددة والثاني هو الهيدروجين الأخضر، والذي كما تحدثنا هو لا يقوم بعمل انبعاثات كربونية كما حال الهيدروجين الأزرق. مشروع مصدر للطاقة المتجددة بالنسبة لطاقة ستعتمد بشكل أكبر على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بينما بالنسبة لأدنوك الاعتماد سيكون أكبر وستمتلك الدور القيادي بما يتعلق بالهيدروجين الأخضر. أساسا اليوم أدنوك تنتج تقريبا 300 ألف مليون طن من الهيدروجين سنويا، وتهدف لرفعها ل 500 ألف بخلال السنوات المقبلة. بكل الأحوال ما يساعد سواء طاقة أو حتى بالنسبة لشركة أدنوك هي أنها أساسا تمتلك البنى التحتية الخاصة بهذا القطاع، قطاع الطاقة عموما، وهذا يسهل عليها الدخول إلى استثمارات أكبر في مجال الطاقة المتجددة. شركة مصدر الإماراتية تم تأسيسها في العام 2006. التوسع الجغرافي كان في 33 دولة بمشاريع تقدر ب 20 مليار دولار. وبمؤتمر المناخ كوب 28 طبعا سيقام في الإمارات العربية المتحدة في العام 2023، وطبعا حتى خلال ما سمعناه بكوب خلال الفترة الماضية هو الاستثمارات الإماراتية والتعهد بالحياد المناخي بحلول العام 2050.